بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الموضوع الأول في هذه السلسلة من الدروس سبل الوصول وعلامات القبول، مع الموضوع الأول ترتيباً ورتبةً، إنه الإحسان. فالإحسان في تعريف بعض العلماء فعل ما هو حسن، والشيء الحسن مشتق من الحسن، والحسن هو الجمال، الجمال المادي والمعنوي. فالحلم شيء حسن، والإنفاق شيء حسن، والوجه الجميل وجه حسن، والحسن مرتبط بالكمال البشري، والحسن مرتبط بالفطرة، والحسن يستدعي المديح بشكل عفوي. أما مواطن الحسن فالقصد النية، في إنسان في داخله حب للخير، في داخله تسامح، في داخله عفو، في إنسان في داخله حقد، استعلاء، كبر. فالإحسان أن تنطوي على نفس طاهرة تحب الخير لكل الخلق. موطن آخر الحال، حال الإنسان في تفاؤل، في حال آخر في تشاؤم، حال الإنسان في حب، حال آخر في بغض. الموطن الثالث العمل. مواطن الإحسان النية والحال والعمل. أما فلسفة الإحسان، الله سبحانه وتعالى سخر لك ما في السماوات وما في الأرض تسخير تعريف وتكريم، كرمك إذ منحك نعمة الإيجاد، وكرمك إذ منحك نعمة الإمداد، وكرمك إذ منحك نعمة الهدى والرشاد. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلسفة الإحسان أنه ينبغي أن تقابل إحسان الله لك بإيجادك وإمدادك وهدايتك بإحسانك إلى الخلق. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والفلسفة الثانية للإحسان أن الله سبحانه وتعالى خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، ثمنها أن تأتي إلى الدنيا وأن تكون فيها محسناً. والدليل قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الحسنى هي الجنة، الذي صدق بالحسنى يدفع ثمنها في الدنيا. ثمنها في الدنيا شطران: انضباط وعطاء. فأما من أعطى واتقى، اتقى أن يعصي الله، وأعطى، أعطى من ماله، من علمه، من خبرته، من وقته، من عضلاته. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى،
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. الحسنى هي الجنة، ما دام قد كذب بها وآمن بالدنيا فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. فالإحسان عطاء والأخذ نقيض الإحسان. إنسان يعطي، إنسان يأخذ. لذلك يمكن أن يكون البشر جميعاً في حقلين. الحقل الأول أعطى ولم يأخذ، في هذا الحقل أيضاً ملك القلب، في هذا الحقل عاش للناس، هذا المحسن. المسيء أخذ ولم يعطي، ملك الرقبة قوي. شيء آخر، عاش الناس له، بين أن تعيش للناس وبين أن يعيش الناس لك، بين أن تعطي وبين أن تأخذ، بين أن تملك القلوب وبين أن تملك الرقاب. فلسفة الإحسان مقابلة إحسان الله لك بإيجادك وإمدادك وهدايتك، بإحسانك إلى الخلق. وفلسفة الإحسان أيضاً أن تعمل عملاً تستحق به دخول الجنة وهي الحسنى. وفضلاً عن ذلك، فإن الله أمر عباده المؤمنين بالإحسان، قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل قسري، أما الإحسان طوعي. وأنت مأمور بالإحسان كما أنك مأمور بالعدل. هناك مشكلات كثيرة لا تحل بالعدل، تحل بالإحسان. القانون معك، الشرع معك، لكنه أخوك، تفضل عليه. العدل أن تؤدي ما عليك من دين، أما الإحسان أن تنزل عن بعض الدين. العدل أن تأخذ، الإحسان أن تعطي. فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال بعض العلماء: الإحسان ما زاد على الواجب شرعاً. يعني إنسان طلق زوجته، طلقها طلاق شرعي، أعطاها حقها الكامل. أنا أعرف أشخاصاً رتبوا لزوجاتهم المطلقات رواتب شهرية مدى الحياة، هذا إحسان. لذلك ورد في بعض الأحاديث: وأن أصل من قطعني إحسان، وأن أعطي من حرمني إحسان، وأن أعفو عمن ظلمني. وأصل هذا الحديث: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرةً. ويكفي المحسن شرفاً أن الله يحبه. وصدق أيها الأخ، حينما تكون محسناً تسعد بإحسانك. الإحسان منعكس الداخل سعادة، راحة نفسية، رضا. إن الله يحب المحسنين، وإذا أحبك الله من يستطيع أن يصل إليك؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه. هذا استنباط رائع استنبطه الإمام الشافعي من قوله تعالى حينما رد على هؤلاء الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد عليهم وقال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي أنني لو كنت أحبكم لما عذبتكم. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه أبداً. فإذا كنت محسناً أحبك الله، وإذا أحبك الله لا يعذبك. الآن عواقب الإحسان
النتائج في الدنيا قبل الآخرة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ إذا كان معك نصرك وحفظك وأيدك وأسعدك، ألقى في قلبك السكينة، وفقك، أعطاك الحكمة، أعطاك الحلم. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ الآن الإحسان له صفة رائعة، الإحسان تصاعدي، يعني أي عمل حسن يأخذك إلى عمل أحسن منه وهكذا. والدليل أن سيدنا أبا ذر الغفاري رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: إيمان بالله. تمام. قال: يا رسول الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن يعطي مما رزقه الله. فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيراً لا يجد ما يعطي؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان عيياً لا يحسن الكلام، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر؟ قال: يعين الأخرق الأحمق. قال: يا رسول الله، إن كان أخرقاً لا يستطيع أن يصنع شيئاً؟ قال: يعين مغلوباً. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين مغلوباً؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ لك ما له ولا ميزة هذا؟ ليمسك أذاه عن الناس. هنا الشاهد. قلت: يا رسول الله، أو إن فعل هذا دخل الجنة؟ في إحراج كبير صار، إذا واحد ما أذى أحد فقط يدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. ابدأ بإحسان بسيط، هذا الإحسان يأخذك إلى إحسان أكبر وأكبر وأكبر. فالإحسان تصاعدي والإحسان حركي، يعني الإحسان لا يبقى في مستوى واحد. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: تاقت نفسي إلى الإمارة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. الإحسان تصاعدي. الآن طريق الإحسان، والإحسان مرتبة تأتي بعد الإيمان، الإسلام فالإيمان فالإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طريق الإحسان الإيمان بالله، هذا إنسان أخوك في الإنسانية، والله يراقبك بالمرصاد. هل نصحته؟ هل عفوت عنه؟ هل أكرمته؟ هل حلمت عليه؟ الآن أيها الإخوة، ننتقل إلى دوائر الإحسان. الإحسان دوائر. أولاً بشكل مختصر، الإحسان شمولي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى لو قتلت عقرباً يجب أن تقتله بضربة واحدة لا أن تعذبه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يذبح شاة أمام أختها، فغضب وقال:
أتريد أن تميتها مرتين؟ هلأ حجبتها عن أختها؟ فالإحسان شمولي، كتب الله الإحسان على كل شيء. الآن أصغر دائرة في الإحسان أن تحسن إلى نفسك، أن تحملها على طاعة الله، أن تعرفها بالله، أن تقربها من الله. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الدائرة الأوسع الإحسان للوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فرفع الله الإحسان للوالدين إلى مستوى عبادته، والعطف يقتضي المشاركة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه الدائرة الثانية. الدائرة الثالثة قرابة النسب وقرابة الجوار، في علاقتين، علاقة جغرافية جارك وعلاقة نسبية أقربائك. فالدائرة الثالثة قرابة النسب وقرابة الجوار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً. هذه الدائرة الثالثة. أما الدائرة الرابعة، الجانب الضعيف في المجتمع، ما في قرابة ولا في جوار، اليتامى من هؤلاء، المساكين، الصاحب بالجنب، ابن السبيل، ما ملكت أيمانكم، إنسان تحت يدك بالمفهوم الواسع الآن، خادمة في البيت ملكت أيمانكم، ارحمها، لا تكلفها ما لا تطيق، اسمح لها أن تنام نوم مريح، أطعمها مما تأكل، أطعمها مما تأكل، اشتري لها ثياب جيدة. فالدائرة الثالثة أو الرابعة الجانب الضعيف من المجتمع. الدائرة الخامسة المخالفون لك في العقيدة. الدليل، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. حتى الذي يخالفك في العقيدة ينبغي أن تكون محسناً إليه. دليل آخر: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا مع من تبغضه، مع من يتناقض معك في العقيدة، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن عدلت معه قربته إلى الله وقربته إلى دينك. الآن تركنا البشر مع الحيوانات. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال هذا الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئرة فملأ خفه ماءً حذاؤه، ثم أمسكه بفيه حتى رقي البئر، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجراً. قال: في كل كبد رطبة. الإحسان ينتقل الآن إلى الحيوانات. النبات، بينما رجل
يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي حديث آخر: لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من طريق المسلمين، كانت تؤذي المسلمين. هذا الشيء السلبي في النبات. الإيجابي: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فالإحسان يطول النبات. الأرض الصخر: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الآن ينسحب على هذا الموضوع تلويس البيئة، في ضجيج هذا التلوث، في ثاني أكسيد الكربون هذا التلوث. ما تعانيه الأرض من اضطراب في المناخ سببه التلوث، التلوث بثاني أكسيد الكربون، هذا اسمه الاحتباس الحراري. أيضاً هذا إساءة بالغة إلى الأرض. الآن ميادين الإحسان: الأولى دوائر الإحسان، من هذه الميادين العلاقات الاجتماعية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيب. العلاقات الاقتصادية المالية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الآن عند المصائب أنت مكلف عند المصيبة أن تكون محسناً، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأنت في ضائقة أنفق، مع إنسان أساء إليك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإحسان عند المصائب، الإحسان مع أداء الدية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. قال له: أمامك المحاكم، ليش؟ صار في قتل خطأ، أعطه الدية طيبة بها نفسك، أحسن وأنت تؤدي الدية. الطلاق، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إظهار طلاق، كل طرف ينشر فضائح الطرف الثاني. طيب ما في طلاق مع الإحسان؟ الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بالجهاد: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يعني أن تدافع عن بلدك، أن تحارب الطرف الآخر الذي يكيد لك وأن تنتصر، سماه الله في القرآن إحساناً. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذا انتصرت على عدو حاقد شرس وأرغمت أنفه فأنت محسن. حتى أن بعض الصحابة قبل المعركة مشي مشية خيلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، أن تكون أمام العدو قوياً. الحوار الفكري، الحديث عن الحوار الآن كثير: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً. في الحوار، في المجادلة، كن محسناً، لا تقول له أنت جاهل، قل له أعتقد أن هذه الفكرة غير صحيحة، في فرق. وأنت تحاور كن محسناً.
الحوار مع الطرف الآخر، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أمر في الخصومات، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، شيء مهم جداً، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مع اليتامى والضعفاء، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إن أردت أن تستثمر مال اليتيم أولاً ينبغي أن تتعفف عن أجرك إن كنت غنياً، من كان غنياً فليستعفف، أما إذا كنت فقيراً واستثمرت مال يتيم ينبغي أن تأخذ أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل، بحسب العقد أنت نصيبك مليونين، يكفيك في السنة مليون فرضاً تأخذ حاجتك، بحسب العقد مليون، ربح المحل أقل من مليون، تأخذ أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل. الآن في السياسة والحرب قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً، وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء أن الحسنى. في السياسة والحرب، مع اليتامى والضعفاء، في الخصومات، في الحوار مع الطرف الآخر، في الحوار الفكري، في الجهاد، في الطلاق، مع أداء الدية، عند المصائب، في العلاقات الاقتصادية، في العلاقات الاجتماعية، هذه ميادين الإحسان. أما الدوائر بدءاً من الجماد الأرض إلى النبات إلى الحيوان إلى المخالفين لك في العقيدة إلى الجانب الضعيف في المجتمع إلى قرابة النسب والجوار إلى الوالدين إلى النفس. أما طريق الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فالإحسان الموضوع الأول في هذه السلسلة من الدروس، الأول رقماً والأول رتبة، والحمد لله رب العالمين.